عظم الله أجرك يا عريس. المسمار لسه مدقوق في مطرحه. والله انت ظالمني، وبعدين انت في حالة حلوة، مفروض تسامح كل الناس. عامل ايه يا حاج سيد؟ زي الفل يا حاج، والله توحيد ما سابتني ليلة في الأربعين ليلة اللي فاتوا. راجل الدب يا ولد أبو ذكرك في الخشمة. يا مؤاخذة يا عريس. عريس؟ هيكلم مين دي؟ أنت ما تعرفش، أخو المرحومة اتجوز. وماله؟ ألف مبروك يا حاج، الونس حلو. والله أنا لولا زعل توحيد كنت اتجوزت. الراجل صواميله فوتت. أبو ذكري، ساعات أحس إن اللي بين ضلوعك فردة جزمة مش قلب. ولدك جالي امبارح وقرينا الفاتحة. ولدي مين؟ حماد، بس قريناها بشكل معقد، وقلت له الفتحة الكبيرة لما أبوك يجي. لما أبوه يجي؟ يبقى عمرك ما هتقراها. مش هو عمل راجل وجالك وانت عملت راجل وقريت؟ اتفقوا مع بعض. والله حجي كمان انا معارف عندها ضعف في جسمها كله، حتى الحجنه مش عايز تمشي في الوريد، والضغط طالع نازل بشكل غريب. وده من ايه يا دكتور؟ وفي حد زعلها؟ هو كل ده من الزعل؟ واضح انها في حاله حزن شديد، وعموما دي مجموعه فيتامينات، وحاولوا تفرفشوها وتبعدوها عن اي زعل، وتشغلوا لها التلفزيون وتتكلموا معاها، وان شاء الله خير. ويظهر ادويه الاعصاب مع الحزن عمل لها دروب في الدوره الدمويه، وانا هتابعها باستمرار باذن الله ان شاء الله. وتشكرين يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. شاهي لمناه. حاضر يا عم الحاج. مرحبا يا عريس. اصطبحي يا كامله. هو العريس بيبقى شايل الهم كده؟ ليه؟ مش باين يعني عليك لا فرحه ولا حاجه. هو اللي يشوفكم يعرف الفرح. عموما مبروك، انا بس حبيت اقول لك كلمه واحده. انت برضك كنت جوزي وابو عيالي يا محمد، ولما اتجوزتني سواء انا او لميعه او منده كنت اول بختنا واخره برضك. ما عرفناش راجل غيرك ولا هنعرفه. الدور ده خلي بالك الفرق كبير، واللي معاك مش مغمضه الوجعه. الدور ده ممكن تستحملها وممكن ما تستحملهاش. والبنت العشاقة محدش يقدر عليها، والسن يميل للسن، وعيالك صغيرين من سنها. مبروك يا حاج. عاملة ايه دلوقتي؟ نايمة، ما دقتش حاجة بالصبح. رحت لأبوك يا ولدي؟ رحت له يا أم، وقال لي هيجيلك. هيجيلك يا أم. صح يا ولدي؟ أيوه يا أم، هيخلص اللي وراه وهيجيلك. لك دمه احسن، ولسه مش هشوف راحته طول ما العقربه دي عنده. عينه في وسط راسه. انت
تعرفي يا كاملة، لما رحت أجيب مهرام من عنده لقيته نايم جاره وهي في أوضة تانية. تلاقي هي دي الموضة، بين كل واحد فيهم في بر، المركب مش راسي. البت دي طليقها فين؟ صايع بيشتغل أي شغلانة هيقولوا. بس لو نعتروا عليه سهلة، نشيعوا له مرسال. اللي في راسك يا كاملة؟ مفيش في راسي غير حيرته. ما تعرفش أبوي مرات أبوي راحت فين؟ مرات أبوك مين؟ فرحة العروسة الجديدة. راحت فين؟ أنا اللي أعرف، أنا قابلتها على الطريق يا مهران وعلى رجليها، سلمت عليها وقلت لها عاوزة حاجة، قالت لي شكرا وصحبت إيديها ومشت. هي قالت لي إنها رايحة لأمها. وده وقته برضه، مش عندنا واجب، وتطلع تقعد فوق مع الحرير. عندك كلام تاني عاوز تقوله؟ كلام ايه؟ قوم وقف مع الرجاله، ومالكش دعوه بالحريم قالوا ايه وقعدوا مع مين، وليك حساب تاني معايا على اللي عملته. راحت فين دي؟ العريس الشباب الشديد منور. ها؟ انت مش هنا خالص، الغربان الجديد شدته كبيرة. فرحة، 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 ازيك؟ انت ايه اللي جابك هنا من غير اذن؟ هستأذن عشان اروح لامي. وتستأذني عشان تخش الحمام، مفهوم؟ هدي يا حاج، وهي راحت فين؟ ما هو بيتك برضك، وكل بيوت البلد بيوتك. اطلعي قدامي. لسه ما خلصتش قعدتي. قلت لك اطلعي. وانا قلت لك لما يجيلي مزاجي هروح. مزاجك؟ أنا ما عنديش مزاج. غطي نفسك وهدي مهران وحصريني. اطلعي اطلعي يا بنتي واسمعي الكلام. يلا. عاوزة حاجة؟ بعد عني، ما تحطش ايدك علي. انا هكلم مهران. كلمتك انت؟ عاوز حاجه يا مهران من سوهاج؟ بعد عني يا ابني عامل لي فيها زعلان يا مهران. واد يا مهران، يا واد يا مهران، ما ترد يا واد. ما انا جنبك اهو. ما انا عارف. انا ماشي، انا ماشي. سامعني يا مهران؟